الأساسي للحملة المواطنية للمرحلة الانتخابية. ما معنى الحملة المواطنية للمرحلة الانتخابات وكيف يمكن أن نستفيد من وسائل متعددة وتكنولوجيات حديثة لخدمة المشروع الديمقراطي؟ جمعية صوت وجمعية الوعي السياسي وجمعية تمثيل الإنترنت أنشأت هذا الموقع الذي هو كما تشاهدون الصورة عبارة عن موقع تفاعلي فيه العديد من الأخبار المرتبطة بالعملية الانتخابية برمتها، بمعنى أن كل أنشطة الأحزاب السياسية والقرارات والتوصيات الصادرة عن هيئة الولايات المستقلة الانتخابية والهيئة الفرعية المستقلة الانتخابية سيتم نشرها في هذا الموقع ليكون هناك معطيات ومعلومات لمجريات العملية الانتخابية منذ انطلاق يوم 2 أكتوبر إلى يوم التاريخ الإعلان عن النتائج النهائية. وتشاهدون يعني باللغة العربية واللغة الفرنسية. والجزء الثاني من محور نشاطنا بخصوص هذا الموقع هي الخريطة. تشاهدون هذه الخريطة خلفي، خريطة تونس، بمجرد أنه يتم النقر عليها تحيلنا إلى موقع ثاني أو رابط ثاني هو باش يكون المحور الأساسي للمنطقة الانتخابية. يعني ما زلنا باش نشتغل فيها لأننا ننتظر الانطلاق الحقيقي للحملة الانتخابية بشكل رسمي، ولكن سأفسر لكم كيفية العمل على هذا الموقع. تشاهدون يعني موقع الخريطة التونسية ويمين جدول المخالفات أو التجاوزات التي قد تقع أثناء العملية الانتخابية. هناك الحملات الانتخابية بمعنى تعديات التجاوزات مرتبطة بالدعاية الانتخابية في غير محلها، مرتبطة بتقطيع صور المرشحين، بمنع المرشحين من التسجيل، تقديم رشاوى لشراء الأصوات. هذا الركن الأول. الركن الثاني مرتبط بالعنف بجميع أشكاله، العنف المادي واللفظي، الدعوة إلى الكراهية والتعصب الديني أو الجهوي أو الفئة أو العروشي، أحداث الشغب، اعتقالات، منع من تنظيم تجمعات. والصنف الثالث بخصوص الاقتراع يعني يوم نهاية المحكمة الانتخابية، مثلا عدم حيادية أعضاء مجلس الاقتراع، عدم دخول القلوع، تدليس الأصوات ومنع المراقبين من أداء مهماتهم. هذه التصنيفات ستجدونها إن شاء الله في القريبة عبارة عن دائرة في كل منطقة. وبمجرد أن يتم النقر على دائرة معينة ستحيلنا آليا إلى المنطقة التي وقعت فيها التجاوز باسم الحي واسم النهج وطبيعة تلك التجاوزات وتصنيفها إن كانت في يعني عنف أو عدم حيادية مكتب الاقتراع أو غير ذلك من المشاكل، وذكر للأطراف التي كانت مسببة لتلك التجاوزات. هذا يعني بسرعة يعني كيفية اشتغال هذا الموقع. السؤال المطروح هو من سيبلغ أو يشهد بهذه التجاوزات؟ فاحنا راينا انه من الصعب جدا كجمعيتنا وحتى بالاتحاد الجمعيات الاخرى ان توفر مراقبين على كامل تراب الجمهوريه. لذلك راينا ان نعول على وعي المواطنين البسطاء والعاديين الذين ليست لديهم بالضروره ايمان بتفاصيل القانون الانتخابي، بمعنى ان المواطن عادي قاعد في الشارع فقط لما يحس انه ثم اجراء او تحرك قد يتراءى له انه مخالف للعمليه الانتخابيه، مثلا يرى تصوير مقطع، مش بالضروره هذا قانون الانتخاب يعرف هذا تجاوز. فانه يحاول يوصل لنا المعلومه للفريق المشرف على هذا الموقع لنقوم بنشرها في المكان الذي وقعت فيه والاطراف التي ساهمت في وقوع تلك الحاله. السؤال المطروح، السؤال الثاني، كيفيه ايصال تلك المعلومه؟ ثم الامكانيات الدوله اصبحت يعني مشاعه للناس كلها، استعمال التليفون يصور التليفون او يعمل سيكونس فيديو وبامكانه يبعث لنا في هذا الرابط الموجود امامكم ابلغ عن واقعه. بمجرد ان تنقر عليه تفتح صفحه ثانيه يكتب عنوان تقريبا مثلا تقطيع معلقات للحزب الفلاني في امام مثلا مدرسه كذا، يكتب وصف بالضبط.